بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والأربعون. أنا صحيح وأنت مريض. أنا ضمير منفصل مبتدأ، صحيح خبر، وحرف عطف. أنت ضمير منفصل مبتدأ، مريض خبر. عبد الله صحيح وأخوه عبد الرحيم مريض. عبد مبتدأ مضاف، الله مضاف إليه، صحيح خبر، وحرف عطف. أخو مبتدأ مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. عبد بدل من أخو مضاف، الرحيم مضاف إليه، مريض خبر. أعطى الطبيب المريض دواء. أعطى فعل، الطبيب فاعل، المريض مفعول به أول، دواء مفعول به ثاني. أين يباع الأدوية؟ في الصيدلية. أين اسم استفهام ظرف مكان بالفعل يباع؟ يباع فعل مضارع مبني للمجهول، أصله يبيع. الأدوية نائب فاعل. في الصيدلية جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. التقدير يباع في الصيدلية. لا تضحك أثناء الدرس. لا ناهية. تضحك فعل مضارع مجزوم بلا، والواو فاعل. أثناء ظرف زمان بالفعل تضحك. أثناء مضاف، الدرس مضاف إليه. مرض عثمان 5 أيام فلم يذهب في أثنائها إلى المدرسة. مرض فعل عثمان فاعل. 5 ظرف زمان بالفعل مرض مضاف، أيام مضاف إليه. فحرف عطف لم حرف جزم. يذهب فعل مضارع مجزوم بلم، وفعله ضمير مستتر تقديره هو. في أثناء جار ومجرور متعلق بالفعل يذهب. أثناء مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل يذهب. استعمل الدواء إذا كنت مريضا. استعمل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الدواء مفعول به. إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان متعلق بالفعل استعمل. كنت فعل ماض ناقص في محل جر مضاف إليه. والتاء اسم كنت مريضا خبر كنت. ذهب تلميذ إلى نهر في يوم بارد فاغتسل هناك فأصابه مرض. فأخذه إلى المستشفى فعاينه الطبيب فكشف دآه فأعطاه دواء. ذهب فعل تلميذ فاعل. إلى نهر جار ومجرور متعلق بالفعل ذهب. في يوم جار ومجرور متعلق بذهب. بارد نعت. فحرف عطف اغتسل. فعل وفاعل. هناك ظرف مكان باغتسل. فحرف عطف أصاب فعل، والهاء الضمير المتصل مفعول به. مرض فاعل أصاب. فحرف عطف أخذ فعل، والواو فاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به. إلى المستشفى جار ومجرور متعلق بالفعل أخذوا. فحرف عطف أعين فعل، والهاء ضمير متصل مفعول به. الطبيب فاعل عاين. فحرف عطف كشف فعل وفاعل. داء مفعول به مضاف، والهاء الضمير المتصل مضاف إليه. فحرف عطف أعطى فعل وفاعل، والهاء الضمير المتصل مفعول به أول، دواء مفعول به ثاني. بقي التلميذ مريضا على فراشه عدة أيام. بقي فعل، التلميذ فاعل، مريضا حال من التلميذ. على فراش جار ومجرور متعلق بالفعل بقي. فراش مضاف، هي مضاف إليه. عدة ظرف زمان مضاف، أيام مضاف إليه. وشبه جملة متعلق ببقية. وكان يبكي كثيرا. وحرف عطف كان فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو. في محل رفع يبكي خبر كان. يبكي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير بكاء كثيرا. بعد 3 أسابيع شفي التلميذ من مرضه وذهب إلى المدرسة.
بعد ظرف زمان مضاف ثلاثة مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بالفعل شوفية ثلاثة مضاف أسابيع مضاف إليه. شوفية فعل ماض مبني للمجهول، التلميذ نائب فاعل، من مرض جار ومجرور متعلق بالفعل شوفية، مرض مضاف ولها الضمير متصل مضاف إليه. وحرف عطف ذهب فعل وفاعل، إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهب. هل سألت المعلم عن هذه المسألة الصعبة؟ لا، ما سألته. هل حرف استفهام سألت فعل والتاء فاعل، المعلم مفعول به، أن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذه اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل سألت. المسألة نعت لهذه، الصعبة نعت للمسألة، لا حرف جواب، ما نافية، سألت فعل والتاء فاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به، لما جار ومجرور متعلق بالفعل تسأل أو لم تسأل. لم حرف جزم، تسأل فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مفعول به، كان يجب عليك أن تسأله عنها. كان فعل ماض زائد، يجب فعل مضارع، عليك جار ومجرور متعلق بالفعل يجب، أن ناصبة، تسأل فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل بالفعل يجب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، عنها جار ومجرور متعلق بالفعل تسأل، والله أعلم بالصواب.